كاد أن يكون المعلم بي دي دي مش رسول. كما تعرفش بي دي دي برا لوج عليه شكون. موضوعنا اليوم قضية الاغتصاب اللي صارت على طفلة عمرها 16 سنة والبروف نتاعها يغتصب فيها عنده 3 سنين. تصور من اللي عمرها 13 سنة ل16 وهو يغتصب فيها في جميع البلايص بالمعنى الحرفي في البلايص الكل، في المعهد برا من المعهد، في داره، فهمتي، مرته تمشي تخدم ولا تخرج. أي نعم، هو زاد معناتها معرس ومازال ناوي على طفلة عمرها 13 سنة. شوف أنت المرض النفسي دي. الحكايه دي كانت باش تطول وتزيد كما الطفله ما حبلتش وكان بوها ما شلقش. اليوم صار باش نحكيوا الحكايه دي الكل، لكن باش نزيدوا عليها خاطر فما عندي زوز فيديوهات باش نوريهم لكم في اخر الفيديو برشا تساؤلات. وتابع الحكايه هذه، تابع الموضوع هذا. بالطبيعه نستناكم تعطيني ارائكم الناس الكل في التعليقات اللوطه. نكمل الفيديو للاخر واعطينا بالرسم ارائكم خاطر نحب نسمع العباد، خاطر باش تختلف برشا اراء في الموضوع هذا. كل واحد في الاخر باش يشوف الحكايه بمنظوره الخاص. يعني اليوم ان شاء الله باش نمشيو نعطيكم الحقائق، نعطيكم انا رايي. بالطبيعه زوز فيديوهات في الاخر بالرسمي وقفوا لي مخي. دونك قبل ما نبدا الفيديو كما العاده فرقوا لنا كلايك بطن، وصل الفيديو هذا 2000 جيم وبارتاجيو الفيديو هذا كانك تلميذ خويا ولا عندك شكون تلميذ ولا حاجه، فهمتني، خاطر فما برشا يمكن حلول باش نحاولوا نلقاو بعضنا الحلول. دونك بارتاجيو الفيديو هذا واشتركوا. نعم اشتركوا خاطر 62% منكم مش عاملين اشتراك في القناه. ويلا بينا نبداو الحكايه. هذا الفيديو ريت في موزايك باش تنقل تفاصيل الحكايه. الحكايه سي جوهر، والله هو مؤسف اليوم باش نحكيه على شبهة جريمة اغتصاب الأنثى لم تبلغ بعد 16 عام كاملة واللي توصل عقوبتها للتجني المؤبد، خاصة إذا ما استعمل المعتدي استغل نفوذه ولا وظيفته ولا ما له من سلطة على الضحية. في الحالة هذه تم التشكي من قبل والد الضحية اللي ما زالت كيف بلغت 16 عام ويقول اللي بنته حامل في الشهر السادس تقريبا. السادس؟ اي. تم اكتشاف هذا صدفه من قبل والدها. الطفله كانت صغيره وتخبي وخايفه، خاصه كون الاستاذ كان يمد فيها في اوقات اخرى في مواد ويحاول اسقاط الحمل هذاك، منهم حتى مواد كيميائيه تعمل كيف نقول واحنا في اللي لابوه اللي سي. يا لطيف، كان يصنع مواد كيميائيه في اللابوراتوار نتاع، لا كان يمدها بحاجات كيف ما هكاك ويدل فيها على حبوب لاسقاط الحمل. وجهت له زاد جريمه محاوله اسقاط الحمل الظاهر ولا الخفي بواسطه اطعمه او مشروبات ولا ادويه. الجريمه تستوجب زاد العقاب لمده 5 أعوام إضافة للجريمة الأولى متاع الاغتصاب. الأبحاث جارية، قاضي التحقيق متعهد بالبحث، كان أصدر بطاقة إيداع ضد الشبهة والأبحاث ما زالت متواصلة. قبل ما اللي يكملوا في الفيديو كل نحب نحكي لكم الحكايه من الاول للاخر. يعني هذا جست عطى تلميحات ودي بوان ما تخلش في صلب الموضوع. الحكايه بدات من اللي هي الطفله عمرها 16 سنه، بدا واللي البروف جاي يعطي فيهم في لي ديفوار، استدرجها الطفله هذه، معناتها واضح العمليه كيفاش. هلا نزيدك في لي نوت، هي طفله صغيره، هلا تبعني تبعها واش يهمك. اول حاجه عملها وقتها اول كاسرت في الحكايه هذه نتاع العلاقات الجنسيه، بروف معناتها عمل اللي عملته مع الطفله هذه وشد الطفله هذه وعمل اللي عملته في وسط الليسي اول مره، ومن بعد واللي خداها صنعة، فهمتني، هو الطفله هذه ديما يهزها ويجيبها ويعطي فيها في دي مونتون معناتها في فلوس وكل ابارامون باش يدللها كوم كوا باش ما تفضحوش، خاطر عارف كان باش تفضحو باس باش ينتهي يتفسخ من الدنيا، هو عارف روحه اللي هو انسان مريض. بعد الشيء هذا الكل البروف ولا يهز فيها للدار كي مرته تبدا في الخدمه ولا تخرج، يهزها للدار، يهزها لبلايص اخرين زاده، كل مره يهزها للوكال، معناتها السيد عايش حياته معاها ومانيش عارف انا لا واحد من دارهم شلقوا الطفله هذه، لا واحد من دار السيد لاخر شلق، لا واحد من الحاكم هكا مره شرطه ولا حاجه وقفوا من الكرهبه باش يقولوا شكون هذه وش تعمل معاك. الله اعلى واعلم ان الحقيقه في هذه الحكايه هذه علاش ما شلقوش بها ولا حاجه، غريبه ان الحقيقه بالرسمي تساؤل غريب عجيب سيرتو من اهالي الطفل كيفاش ما شلقوش بنتهم اللي هي معناتها قاعده تعمل في حاجات سبابا وهي طفله صغيره وما تعرفش. ما يجيش واحد جاهل بهيم يقول لي زاد راهو حتى يبدا عمرك 10 تبدا تعرف. خويا تعرف ما تعرفش، هي طفله صغيره مازالت تبني في شخصيتها، مازالت في سن المراهقه، ما استغلش الحكايه هذيك اللي قاعده تبني في شخصيتها ما تعرفش الصحيح من الغلط باش انت تبدا كذبع تستغل طفله في العمر هذيك عمرها 16. انا ما فهمتش، والسيد
السيد راهو البروف عمره في الاربعين، في الاربعينات. تصور انت انسان في الاربعينات تتحرش بطفل عمرها 13، يا اخي شفيها ما يتشاف طفل عمرها 13، يهديك ربي عمرها 13 فيها ما يتشاف. ابار الحكايه اللي قال الحكايه ما تدخلش المخ، ايش فيها ما يتشاف طفل عمرها 13 سنه يهديك ربي. لا اله الا الله، هذا معناته يدل كان على اللي هو انسان مريض مختل عقليا، ما عنده حتى علاقه بالانسانيه، ما مش انسان ما يحسش. معناته بنت ناس يجي هو يستغلها باش ياخذ اغراضه معناتها ويطيش عازل. وقعدت الحكايه دي 3 سنين، على مدار 3 سنين، وفي الاخر بوها شلق اللي هي حمله في السادس عن طريق قال لك بالصدفه زادرة، مش معناتها هو مشى ثبت ولا هي حكيت لهم ابارامون صارت كا مشاو للسبيطار عديت ما عرفش حكي كيما كيكا شلقوا اللي هي حمله في السادس. بعد عاد سيبون، بعد ما شلق بوها سيبون استعرفت له بكل شيء، خاطر وراه هكا وهكا وراه البروف يستغل فيا وراه يعمل هكا وهكا. دونك مشى شكا، وهذا من حقه واجبه فهمتني. بعد ما شكا سيبون معناتها السيد ابارامون باش يتحاكم على الخريب، وخليك التهم الموجه نتاعو، فما شكون يقول لك مدى الحياه، فما شكون يقول لك الاعدام. ابار قضيه الاخرى اللي هو السيد قاعد يعطي فيها كما كنتوا تسمعوا في مواد معناتها كيميائيه جيست باش تطيح الصغير، وما نجحتش العمليه والحمد لله. معناتها تفضح السيده خاطر كان نجحت العمليه راهو باش يكمل معاها لين صايم، ويمكن يستغل بنات اخرين. هذا كان ما استغلش قبل بنات اخرين، بالله كان فما تلميذه او تلميذ يستغلوا فيه بالصوره هذه، راك ماكش تحت ضغط، ما تكونش تحت ضغط، وراك ماكش انت الغالب. دونك خويا ولا اختي امشي احكي مع داركم، مثلا كان عندك بروف يستغل فيك تمشي تحكي مع داركم، مع المدير، مع الاساتذه الاخرين، مع القايمين. كان تلقى ما عرفش العساس يستغل كيف كيف، امشي احكي مع داركم مع الاساتذه. انت راك مازلت صغير في العمر، وبطبيعه راهو كان فما عامله باش تعمل كيما هكا، راك انت باش تخرج منها سلامات خاطرك مازلت صغير وهما يستغلوا فيك. دونك بالله امشي احكي، امشي اشكي قبل ما الحكايه تزيد تتعمق، راهو باش يستغلك انت باش يستغل غيرك. دونك ما تخليش العبد المريض هذاك كمل يعيش. وبالله كان فما عباد تعدد ديز اكسبيريونس كيما هكا، في الكومنتات اكتبوا لي بالرسمي، حب نسمع، خاطر برشا عباد تقول لك لا هذه حاله شاذه وكل ما نعرفش، يمكن شاذه كان ما شاذه بطبيعه باش تشوف في الكومنتات اللوطة. والله ورسوله اعلى واعلم ان هذه هي الحكايه طبيعه، معناتها واضح شكون الغلط من الصحيح. ما يجيش واحد يتفلسف لي، ما يجيش واحد يقول لي جيل اولاد مفيده وما اولاد مفيده، ولا الطفله شبيه تلبس هكا ولا تعمل لك. الطفله تقعد صغيره ما ليهاش ملم جمله. انت اخويا حتى لو كان تشوف واحده عريانه مش مفروض عليك تمشي تغتصب، معناتها ما تحطش الحكايه هذيك في مخك. ربي ايش قال لك؟ قال لك غض البصر. حتى لو كان انت خويا في اوروبا، في امريكا، في افسد بلاد في العالم، غض البصر خويا، هذيك بينه وبين ربي، عليك اللي انت تغض البصر وتتعدى. سيرتو طفله صغيره خويا ما قالش به ربي معاك، حتى باش توصل تفلورتي معاه وتقول لك كلام معناتها باش تركحها يسمى مرض، خليها تمشي تفعل فيه. الحقيقه هذا هو الموضوع. قطاع التعليم كان في البرايم، كان طالع بالرسم من احسن القطاعات اللي موجوده في تونس، ما عرفش علاش في العشر سنين اللي فاتت طاح مات دقدق ثلاث ريح. ما تحكيليش هذه تو طفله اغتصبوها، وقبل فما طفل قتلوه، وقبلها فما طفل الاخر قتلوه. معناتها عندنا شهر ولا اقل من اللي دخلوا تلامذة يقراو، في بالي عندنا اقل من شهر من اللي دخلوا تلامذة يقراو، طاحوا زوز ارواح. طفله اغتصبوها، معلم اعتدى على تلميذ قبل والعبيد ضربت، معلم اعتداوا عليه جماعه من برا خاطر ما عطاش جائزه. تو نوريكم انا بعد الفيديو حاسيلو هذا الكل في شهر. خويا ولا اختي الغالي، كانك تلميذ او تلميذه او طالب او طالبه، ربي يكون في العون هذه ولا حاجه ساعة. نحس اللي العبيد هذوما كيما اللي جم تاع سرفايفل، اقسم بالله يلزمك خويا تتعايش، يلزمك خويا تشوف كيفاش تسرفايفي من هنا لاخر العام. ابار اللي تلميذ خويا حاط في مخه القرايه والريفيزيون والدنيا، طب واش حط في مخه زياده؟ مشيش هو في الطنيعه تديو عليه، مشيش هو كي يدخل للليسي ولا الفاك ولا الكليج اللي هو ولا المدرسه يعتدي عليه بروف، تفهم شيء؟ والبروف من شيره اخر يخاف على روحه، ولا يبدا متعدي في الطنيه يجي ولي يضرب خاطر ما عطاش نوت للولد ولا حد. تفهم شيء؟ هذه الواقع التعليم تو في تونس. انا من رايي برشا اسباب. اول حاجه ساعه المسلسلات هذوك الكل في بال كلنا ما تفهمين عليه، هكا برشا تلامذة خويا تعلموا الفساد من المسلسلات هذيك واثرت لهم على مخاخ، خاطر هما حبينا ولا كرهنا راهم في سن مراهقه، ومعظمهم ارتولوا كونوا شخصيه كامله. هذه حاجه مش عيب، راه انا في العمر هذاك ما كونت شخصيه كامله، وفما صعيب تلقى شكون مكون شخصيه كامله، خاطر انت وقتها قاعد تبني في شخصيتك، معناتها تبني بوحده بوحده، ما تنجمش تبني دار بضربه كاهو، بالوحده بالوحده، بالياجوره بالياجوره تبني الدار، هذيك هي مع الشخصيه، بالياجوره بالياجوره تبني شخصيتك، معناتها تفهم صحيح من الغلط وكل. انت كي تحط التلامذه تخليهم عرضه خويا لك التلافز وك الدروك وك الغبره وك الدرشنو خويا، مواضيع مقحوله يجيبوا فيهم بطبيعه باش يتاثر. وانت كي تحطهم بعد سيرتو تيك توك هذا اللي خمس شطر البلاد، كما شفنا في الفيديو اللي فات كيفاش الطفله خريبه عريت، مش خريبه تعري روحها، انت شير شي تحب يكون من صدمه لصدمه من شوك لشوك كيفاش تحب يخرج. وبرشا والتربيه زاده من الوالدين زاده يتلاموا، ومن وزاره التعليم كلهم
كلهم يتلاموا كلهم يتلاموا. عرفت شويه منه شويه منه بوم مش شويه برشا منه وبرشا منه وبرشا منه يا لطيف. دونك الجيل ما يتلامش وحده، امبوسيبل تلوم جيل كامل وحده. الجيل هذاك متربى ومترعرع كان في مجتمع فيه عباد ما اكبر منه باش فهموه الدنيا. الجيل نتيجه العباد اللي تربي فيه اللي هما معناتها العباد الكبار. دونك ما تنجمش تلوم الجيل كامل معناتها. وتوا باش نوريكم دي فيديو انتم تعطيونا اراء. صباح الخير الناس الكل. اليوم انا جاي للمدرسه، بعيد على المدرسه حكايه 7 دقائق حكايه. يعرض لي شكون يسالني انت معلم الفرنسي جديد؟ نجاوب كل يقول لي كيفاش تعطي التلميذ كادو والتلميذ الاخر كادو ولا وندري شنو يعمل هكا. باقي يحكي يحكي ويختف لي يديه كل بورت لايف. هاو مستقبل المعلم في تونس كيفاش؟ هاو اللي يحب يعطي الاضافه كيفاش؟ بديه مشات باش نغطيها على اليوتيوب خاطر ممنوع في اليوتيوب. سامحوني كان باش نغطي اما فايده يده مجروحه من هنا لهنا فهمتني هكا جرح 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 معناتها عريض وكل. راني باش نغطيه خاطر اليوتيوب ما يسمحش وما نحبش العباد تشوف الحكايه كما هكا سيرتو يمكن صغار في العمر اللي يتفرجوا فيه وكل. ولاش باش نقول لكم كيف ما قلت لكم راه المعلم ولا الاستاذ راهو يعاني والتلامذة تعاني، لازم الدوله تتدخل وتشوف حل. انت حسب رايك شنو هو الساعه الحل؟ اعطينا خويا شنو هي الحلول باش تردع العباد هذوما الاولياء الخماج مش الكل معناتها هذوما اللي تعداوا على الاساتذه بالعنف. وكيفاش نحي زاد الاساتذه الخماج من المعاهد خويا خاطر اللي كان فما واحد يتقبل اللي بروف يبدا مريض نفساني يتخدموا فهمتش انا كيفاش يخدموا فيهم كيفاش يخدموا في الاساتذه هذوما كيفاش يقبلوا فيهم. بس تحط واحد مسؤول على جيل كامل راه ما يجيش تحطه كاكا كيما جا ولا خاطر عنده اكسبيريونس صاي تحطه. لا لا لازمك تفهم هو كعبد كيفاه خاطر قبل من اللي باش يعلمهم التاريخ ولا الجغرافيا ولا العربيه ولا شنيا الماتير راهو باش ياثر عليهم بشخصيته هو الساعه فهمتي. سيرتو جيل صغير راه باش ياثر عليه كان هو انسان مريض هكا تشوف معناتها طفل استدرجها اللي نغتصبها. تلامذة عملوا احتجاجات خاطر البروف تعدى على تلميذ وصارت عركة والبيعة خمجت. دونك من هنا تلوم من هنا تلوم ما تفهم شيء. اعطيهم انتم شنو حلولكم؟ انا الصراحة يلزم قوانين رياضة عادية أول حاجة، تلميذ يعرف شنو يعمل شنو ما يعملش والبروف زاد كيف كيف يعرف شنو يعمل شنو ما يعملش. أنت كي تحط تخليه هذا عبرة لما نعتبر وطبق عليه قانون الإعدام المتخلف اللي اغتصب الطفلة الصغيرة 3 سنين هو يغتصب فيها تطبق عليه قانون الإعدام حتى الله لا قدر كان فما بروفيت يعمل في شيء يرجعوا يوخروا التالي فهمتني. دونك ماذا بين لو كان السلطات خويا والدوله وكل خويا طبق قانون الاعدام المره 50,000 مليار كيما بروف هذاك تقول انسان وما لازموش يموت وكل راك انت قتلت طفله اي بالاغتصاب نتاعو هذاك قتل الطفله قتل حطمها اعظم من القتل كان قتلها يمكن خير حطمها تعيش حياتها كامله نفسانيا مدمره. طفلة ما يفهم شيء تو صغيرة من الصغر هكا معناتها باش تعيش هكا تعيش بالشيء اللي عملوا فيها البروف هذاك تعيش تقولش عليك تعذب فيها كل دقيقة كل ثانية متعذبة الطفلة ما تخم في حتى شيء كان في الموضوع هذاك. والتعذيب أخطر من القتل راهو القتل يجي وجيعة ضربة كهو أما التعذيب راهو واحدة واحدة راهو سلة سلة باش تعيش في طفلة عمرها 16 سنة تي أنا هاني راجل كبير في العمر 29 سنة ما نتخيلش روحي كان كل ثانية نخم في موضوع كيما هكا مثلا يبدا قاهرني نفسانيا يعني ومعذبني نفسانيا تتعب طفله عمرها 16 سنه ولا مش 16 بون ملي كان عمرها 13 معني عايشه مع الشيء هذا. ربي يهدي ما خلق وان شاء الله الدوله تنفذ عقوبه الاعدام بالرسمي الشعب الكل يطالب. وحكيت فيه 200,000 مليار مانيش باش نرجع له. دونك انتم اعطيوني شنو هما الاسباب شنو هما الحلول وشكون الغالط من الصحيح وكان انت تلميذ او تلميذه اعطيني ليزيكسبيريونس كانت عديت بليزيكسبيريونس هكا وبالله كان صاير عليك انت تو كتلميذ او كتلميذه بالله برا امشي اشكي راك انت ديما مظلوم راك انت مظلوم مادامك صغير في العمر وخطيك مهما عمل فيك الاخر ومهما هدك الشخص الاخر ما تسمعلوش راهو جيس يوهم فيك خاطر عارف روحه كان انت باش تمشي تفضحه راهو صاي باش ياكل شلبوق من اللي بعده ولا قبله من الاخر يعيش في قلبه طول. دونك امشي واستعرف وامشي اشكي وان شاء الله نرتاحوا من هالافه هذه اللي صايره في البلاد. وكاو سندوف كان معك اخوكم زداش من مارفاك نيكس. يلا شوفوكم غدوه ان شاء الله في فيديو 7 نتاع العشيه ان شاء الله فيديو نتاع جو نتاع ضحك نبدلوا به الجو وان شاء الله تنحى الافه هذه علينا وباي باي.